الراديو 90-90 يقدم النجم محمد هنيدي، النجمة أيتن عامر، يخلق من الشبح 40. بطولة طارق عبد العزيز، أشرف مصلحي، عبير عادل، أحمد عطية، سيد الرومي، محمد غنيم. سمعت عن لعنات كتير لكن كله لدي، لعنة حمادة، لعنة خاصة، لعنة مش عادية، أشباح غريبة لو عطشت بينا ولوني مية، ولما يصحى يلقاهم محضرين فطار، أشباح أليفة ملهاش قوة ملهاش حتى حولة، وبيعملوني كأن منهم بيلعبوني طاولة، ملهمش أبدا في الأذى وملهمش في المزاولة، ودمهم زي العسل وبيحبوا الهزار. كتب كتير في الرعب من خياله وحي هو، لكن أول ما رجله جت في القبة وخش جوه، اتبدل الخوف اللي جوه من أشباح لقوة، وفجأة أصبح بينا ألفة وبينا يا ناس عمارة. يخلق من الشبح 40، تأليف محمد سليمان عبد الملك، كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان محمد راجح، توزيع رفيق عاكف، هندسة صوتية هشام بلال. أشبح لعنة حمادة عمرهم ما انشغلوا عني، ولو ما سألتهمش عاملين ايه بيطمسوا مني، عايزين افكر زيهم والعب وارقص واغني، يا اما يزعلوا تبقى حكاية وموضوع كبير، أشبح بريئة زيها زي البشر بعينها، ولو كلت في حتة بعدها تنظف مكانها، وما يجيلهاش نوم الا لما تقوم وتغسل سنانها، وبيشربوا اللبن قبل ما بيروحوا السرير، كاتب روائي متخصص في رعب الناس وخوفها، بيحب يتكلم عن الأشباح وعن ظروفها، دايما يقول عنهم حاجات ما فيش واحد عارفها، والناس بتعتبرني في الحاجات دي مستشار، يا مهانو يخلق من الشبح 40، يا مهانو لكن دول أشباح طيبين وغلابة وطيابة ومؤدبين، يا مهانو يخلق من الشبح 40، يا مهانو لكن دول أشباح طيبين لا بيهشوا ولا ينشوا منفذ راديو 1، اشراف عام هالة فاروق، يخلق من الشبح 40، اخراج تامر حسني. اشهد ان لا اله الا الله، الموت علينا حق. ايه ده انا لسه في الاوضه، يا نهار اسود منيل، احنا نهزر بقى ولا ايه؟ احنا هنقضي احلام طول الليل والنهار ولا ايه ونسيب اشغالنا بقى؟ مش هينفع كده يا جدعان. طب والحلم الاولاني، معقول يكون حلم جوه حلم؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ بس زي ما بيحصل كل مرة، هو بغباوته. على فكرة دي تالت مرة صحيني في نفس اليوم يا أستاذ لورد، مش شغل فنادي ده خالص. أنا مش لورد يا تامر يا ابني، أنا عمك حشمت. عم حشمت؟ بس كده بقى الحدوتة اختلفت عن كل مرة. المفروض اني بصحى الاقي الورد بيخبط ويكرشني من الأوضة بنفخة أمه الكدابة دي على الصبح، أنزل ألاقيك قاعد في اللوبي تحت بتموت مع نفسك. لا ما هو بصراحة انت صعبت علي، عشان كده بقالي 3 ساعات بطلع لك السلم، قلت الحاجة قبل ما تنزل. 3 ساعات بتطلع السلم؟ قلت لي بتشتغل ايه في المخروبه دي يا عم حشمت؟ شيال يا ابني شيال. هو انا فعلا كل ما بشوفك ببقى عايز اشيلك عشان تقع مني بصراحه. تعالى يا عم حشمت اتفضل ادخل. متشكر يا ابني، اقعد. انا قلت انت جدع طيب وابن حلال، عشان كده جيت لك احكي لك الحكايه. حكايه ايه بالظبط؟ انت طبعا مش فاهم اي حاجه من اللي بيجرى لك من ساعه ما دخلت الاوتيل من امبارح، ولا عارف بتشوف مين ولا اللي بتشوفهم دول ناس ولا أشباح. مظبوط، انت عندك تفسير؟ أيوة يا ابني، الأوتيل ده هو التفسير. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجة. انت وقعت في اللعنة، لعنة حمادة. لعنة مين؟ انا
أنا أسفة جدا يا علاء إني جبتك على ملا وشك. ملا وشي؟ تحت أمرك يا دعاء. أنت أختي وتامر أخويا، ولا أقول لك خليها تامر أخويا وأنت مرات أخويا؟ أو لا بصي، خليها أنت أختي وهو جوز أختي. لا بصي أقول لك أحسن حاجة إنك ربنا يديم المعروف يا علاء. أنا بس مش عارفة أوصل لتامر من ساعة ما غار امبارح، قصدي يعني من ساعة ما خرج من البيت يعني وقال عدولي. ده أنا كمان بكلمه من الصبح موبايله مقفول، ما بيردش على تليفون الشاليه، مش عادته يعني. يبقى اللي خايفة منه حصل؟ ما تفوليش عليها دعاء، مش ممكن يعني يكون عمل حادثة، وإلا كنا سمعنا بالخبر. ما يعمل حادثة ولا يروح في 60 داهية. اللي خايفة منه إنه يكون عارف عليا واحدة تانية وخدها شريف من ورايا. على أساس إنه لو عمل كده قدامك عادي يعني؟ ساعتها كرامتي هتبقى فوق كل شيء، وهطلب الطلاق واشرده هو وعياله، ويبقى طبعا عندي حق. ايه ده بس، واحده تانية وثالثه ايه؟ في ايه يا دعاء؟ تامر مش بتاع الكلام ده خالص، ده اكتر واحد محترم انا شفته في حياتي. ليه يعني؟ مش راجل؟ الرجاله كلهم خاينين. لحظ ان كلامك جارح. انت مش راجل يا علاء. لحظ ان كلامك لسه جارح. على فكره بقى انا راجل خاين. شفت؟ يبقى عندي حق، تامر بيخوني. يا ست اصبري بقى، ما تظلمهوش. لازم يعني اقفشه مع واحدة عشان اتأكد؟ بصراحة لازم تقفشيه مع واحدة. طب ما هو ما بيردش، اقفشه ازاي؟ حلو قوي، سيبيني انا اتصرف واحاول اوصله، وهثبتلك انه راجل غير كل الرجالة، ده اكتر واحد مخلص انا شفته في حياتي. طبعا، ما انت لازم حداري عليه. على فكرة انت متجوزة راجل كاتب فنان، يعني ممكن جدا يكون قافل مع نفسه عشان يكتب ويعيش في التجليات بتاعته، ما انت عارفة بقى. دي الحجة اللي بيقولها اي واحد رايح يخون مراته. مرة واحدة صاحبتي جوزها خانها، عارف قال لها انه كان فين؟ فين فين؟ كان في فندق مليان اشباح. يا ابن اللذين يا جاحد، ممكن تعرفيني على جوز صاحبتك ده لو سمحتي؟ الحكاية بتبتدي من سنين طويلة فاتت يا تامر يا ابني، من أيام حمادة الأول. ده اللي هو جد سالي؟ أيوة، اللي بنى الأوتيل ده بالدم والعرق والدموع والكفاح والنضال والإنجاز وكل حاجة. إنجز يا عم حشمت، أنا ركبي لسه بتخبط في بعضيها لحد ما ورمت. يا نهار اسود، عمل إيه بقى عم حمادة ده الله يكحمه مطرح مراحل؟ ما عملش حاجة، فتح أوتيل جميل بيطل على البحر. الأوتيل ده كان بيجيله زباين من جميع أنحاء العالم، وحقق نجاح كبير، وعاش حمادة في تبات ونبات، وخلف صبيان وبنات. ملحقش، مات بدري من الكوليرا بعد ما خلف ابنه الوحيد اللي شال اسمه حمادة التاني. ده أبو سالي؟ أيوه، هو ده صاحب اللعنة. إزاي بقى؟ في ليلة مظلمة ما طلع لها الشمس. أنت بتحكي غلط على فكرة يا عم حجم، والله بتحكي غلط، الليلة ما بيطلعش فيها شمس، ده العادي يعني. صح يا ابني، ما أنا مش مؤلف زيك. المهم، في ليلة من ذات الليالي صحي نزلاء الفندق على جريمة بشعة رهيبة فظيعة شنيعة. يا عم حشمت، النقاد بيكرهوا الصفات الكتير. انجز يا عم حشمت، جريمة ايه اللي حصلت؟ عم حشمت الشيال اتقتل. ده اللي هو والد حضرتك يعني؟ لا، ده اللي هو انا اتقتلت. يعني ايه حضرتك؟ انت ميت حاليا؟ ايوه، حمادة قتلني وهرب، محدش يعرف له طريق من يومها، ولأنه ما خدش جزاؤه ساب وراه لعنة فضلت محوطة الأوتيل اسمها لعنة حمادة. اوكي، يعني أنا عادي موافق، ما عنديش مشكلة أن أقعد مع واحد ميت، بس يعني ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ أمال أنا شايف حضرتك زي القرد قاعد قدامي دلوقتي بغض النظر عن أنك هتقع من طولك، بس عادي يعني؟ أنا شبح يا ابني، كلنا أشباح. كلنا؟ سلسال الدم اللي بدأه حمادة فضل مستمر من يوم حكمة وقاسم وبسنت ولورد وغيرهم، كلهم اتقتلوا جوه الأوتيل ده بطريقة بشعة رهيبة فظيعة شنيعة. يا عم قلنا لك انه قد بيزهقوا وبيزعلوا، يعني انتوا كلكوا كده يعني اشباح يا عم حشمت؟ ده اللي انت عايز تقوله يعني؟ ايوه يا ابني، مش اي حد يقدر يشوفنا. يبقى انا سعيد الحظ بقى. انت المختار. انا تامر مش مختار. انت اللي اختارتك اللعنة عشان تقع عليك. طب واخلص منها ومنكوا ازاي؟ مفيش مفر يا ابني، انت متحاصر معانا هنا مش بمزاجك، غصب عنك، وده لحكمة كونية محدش يعرفها. انا مش عايز حكمة ولا كونية يا عم حشمت، انا عايز اروح من الاخر، ابوس ايدك ورجلك روحني، انا بخاف من الخيانة يا عم حشمت. مش بايدي يا ابني، لعنة حمادة لما بتختار حد ما بتسيبوش قبل 40 يوم بالتمام والكمال. ايه؟ 40 ايه؟ أنا قاعد معاكم في المقروبة دي 40 يوم؟ ليه؟ وإزاي؟
طب يعني سيبك من انكم اشباح وانا كم شام في جلدي منكم، اقعد هنا في المكان المعفن ده 40 يوم ليه؟ قدرك يا ابني، اكيد في حكمة كونية. تاني هتقولي كونية وفوزية يا عم، سيبك انت. لا لا يا عم، يفتح الله يفتح الله يا عم حشمت، انا مش قاعد. لا لا انا همشي يا عمي، انا مستعد اعمل اي حاجة عشان همشي. صدقني يا ابني كان غيرك اشطر. همشي يعني همشي فين؟ سالي يا سالي يا سالي يا سالي سالي. استاذ تامر كنت مستنياك عشان توقع لي على الرواية بتاعتك. رواية ايه ونيلة ايه دلوقتي؟ خلصيني من المصيبة اللي انا واقع فيها الاول. مصيبة ايه بس؟ الأوضة مش عاجبك؟ الأوتيل كله قرف ونيلة ومخيف جدا. معلش بقالنا زمان ما عملناش إصلاحات، بس يعني صدقني احنا أنضف أوتيل في المنطقة كلها. أه والله ده عشان مفيش أوتيلات غيركم في المنطقة أساسا. بالظبط كده. لو سمحتي لو سمحتي أنا عايز أمشي. براحتك، حاسبني على الليلة اللي قضيتها واتفضل، الباب مفتوح أهو. أنا حاولت أمشي من الأوتيل مرتين قبل كده وكل مرة برجع تاني. عشان احنا زي مية النيل يا أستاذ تامر، اللي بيشرب منه لازم يرجع له. ما تشككيش في وطنيتي لو سمحتي، الموضوع كله إن أنا عايز أمشي ومش عارف اتصرفي بقى ومشيني من هنا. مش فاهمة منك حاجة يا أستاذ تامر، مالك بس؟ اهدى كده، في ايه؟ كلام في سرك؟ أنا وقعت في لعنة حمادة. لعنة ايه؟ حمادة أبوكي، أبوك اللي قتل عم حشمت وهرب زمان. مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ القتيل نفسه. طب أنا راضية ذمتك، في قتيل بيتكلم أصلا؟ ما هي دي اللعنة. أستاذ تامر بابي الله يرحمه ما قتلش حد ومهربش. طبعا تلاقيهم ضحكوا عليكي وانت صغيرة عشان ما تتصدميش يعني في صورة الأب المثالي. عقدة إلكترا اللي جواكي يا أنسة سالي هي فكك لا إلكترا بقى ولا يحزنون، وما تعملش عليا مثقف يا أستاذ. أنت عايزني أثبت لك براءة أبويا؟ اتفضل معايا. على فين يا بنت؟ تعالى بس. واخداني على فين؟ سيبي إيدي بقى. تعالى أنا هثبت لك براءة بابي. أنت مخبية في البدروم ولا إيه يا بنت أنت؟ يا بنتي يا بنتي الدنيا ضلمة قوي، أنا بخاف يا سالي بخاف. هولع شمعة أهو. ها كده كويس؟ كده زفت وهباب وقطران، خرجيني من هنا بقى. انا مش ناقص يا بنتي جدتي تلبشت قوي، يا نهار اسوح. طب والله العظيم اموت لك هنا دلوقتي واجيب لك مصيبه. ده المكان هنا هادي جدا وبعيد عن الدوشه، عارف انا لما بحب اريح اعصابي بنزل اقعد هنا لوحدي. اه طبعا برافو عليك، والله عندك حق، الاوتيل بصراحه في حته زحمه قوي. ولا انت بتشوفي اشباح زي انت كمان يا سالي؟ بطل دوشه وتعالى بقى. حرام عليكي حرام عليكي، الظل اللي عاملاه الشمعة راعبني اكتر من الضلمة. يا نهار اسود، وايه الكراتين دي كلها؟ الكراكيب القديمة كلها بنخزنها هنا. وفي حد برضو يخزن ابوه مع الكراكيب؟ عيب يا شيخة، دي مش اخلاق خالص يا سالي، ده عقوق الوالدين اكبر الكبائر. اتفضل يا استاذ تامر، بابي اهو. فين؟ انا مش شايف لا بابي ولا مام. اسمه اهو علوح الرخام، حمادة حمادة. اتفضل. ده قبر ابوكي؟ ايوه، بابي الله يرحمه مدفون هنا. هنا في بدروم الاوتيل؟ ايوه، عشان يفضل جنبي واقدر ازوره كل يوم. ليه كده يا سالي ليه؟ انا ناقص يا اما. استنى بس اريح. فين؟ سيدي الخوف يبقى انا وبرنس الرعب كله تمن، اجمد شبح لو قرنوا بيا يطلع نصي كمن، والخوف عشان مالوش عمام بيعتبرني عمن، صاحب لقب امير الظلام. عامل فيها وحش كمان وعامل سيدي الجدعان، والنجار بابه مخلع وانت من الاصل جبان. لو مين يا هو حرق ابوه؟ Oh,
يخلق من الشبح 40. شارك في التمثيل أشرف الشرقاوي، رانيا الخواجة، مها البحيري، رحاب عرفة، كارم أباظة. يخلق من الشبح 40. تأليف محمد سليمان عبد الملك، كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان محمد راجح، توزيع رفيق عاكف، هندسة صوتية هشام بلال، منتج منفذ راديو ون، إشراف عام هالة فاروق. يخلق من الشبح 40. إخراج تامر حسني.